حقق منتخب كوبا للكرة الطائرة تحت 23 سنة فوزا سهلا على نظير منتخب المكسيك بنتيجة 4-1 في الأشواط ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى لبطولة العالم. وبهذا الفوز تأهل منتخب كوبا للدور نصف النهائي كثاني المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما فشل المنتخب المكسيكي الذي فشل في الفوز بأي مباراة في المجموعة. وفي المجموعة ذاتها فاز المنتخب البرازيلي على نظير الياباني بأربعة أشواط، وبهذا الفوز احتلت البرازيل صدارة المجموعة برصيد 14 نقطة تتأهل بها إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز في كل مباريات المجموعة.